هلا وفيكم حلقة جديدة من خمس أشياء. اليوم راح نتكلم عن خمس ألعاب خلتنا نحزن وممكن نبكي أحيانا، بس انتبهوا ممكن البعض يعتبر هذه الأشياء فيها حرق. والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة The Last of Us. في بداية اللعبة تتحكم ببنت الشخصية الرئيسية اللي هو جول، وتقريبا ما عرفنا الشخصية لمدة 20 دقيقة، بس لقطة موتها وهي في حضن أبوها كانت شيء محزن ومفجع تبدأ اللعبة فيه. واللعبة طبعا قدام مليانة لقطات تحزن. سيرا. ثاني لعبة معنا هي ياكوزا 3. قصة الجزء الثالث عاطفية من أساسه، لأن الشخصية الرئيسية اللي هو كيريو كوزما قرر أنه يطلع من عصابة الياكوزا ويدير دار الأيتام ويربي 9 أطفال، بس الأرض اللي فيها دار الأيتام طلعت ملك الياكوزا وكانت تبي تدمر هذا المبنى وتبني مكانه منتجعات، لكن كيريو حاول يمنعهم في اللعبة. وفي شخصية اسمها ريكيا، هو يعتبر كيريو بمثابة أخوه، واللقطة اللي كانت مؤثرة اللي هي لما ريكيا حاول يصد رصاصة عن كيريو. اللقطة مع الموسيقى وتعبير وجه كيريو كانت شيء رهيب ومؤثر. اللعبة الثالثة اللي معانا هي لعبة Gears of War 2. في الجزء الأول والثاني من السلسلة بتحديد شخصية دوم كان دائما يتكلم عن زوجته ماريا لأنه مختفي مدة طويلة ويبحث عنها، لكن لما حصلها في الجزء الثاني حصلها تحت الأرض في سجن الوحوش اللوكست في حالة صعبة جدا. كانت معذبة وضعيفة مرة وتغير شكلها عن ما كان يتخيلها حتى لما قدر يتحمل، وقرر ينهي معاناته واطلق على راسها بالمسدس. ورابع لعبة معانا هي لعبة Telltale's The Walking Dead، وبالذات الموسم الأول من اللعبة. كانت الشخصية الرئيسية واحد اسمه لي إيفرت، وطول الموسم الأول كان يدافع ويحمي بنت عمرها 8 سنوات اسمها كليمنتين أو كليمنتاين، بس في الحلقة الأخيرة لما حس أنه قرب يتحول لزومبي اضطر يقول البنت أنه في زومبي عضه في يده من الحلقة الرابعة، وما كان في قدامه إلا خيارين: يا أنك تتركه، يعني أنت كلاعب، يا أنك تتركه أو تروح وتخلي البنت تطلق عليه بالمسدس. لو تختار أي خيار المشهد راح يكون مؤثر مع البنت وهي تبكي. خمس لعبة معانا هي لعبة Metal Gear Solid 3 Snake Eater. لعبة Metal Gear Solid، أخو نقول سلسلة Metal Gear Solid، دائما معروف عنها أنها دائما تضرب على الوتر وتعطيك لحظات تحرك مشاعرك، لكن في الجزء الثالث تنتهي اللعبة بلقطة مع سنيك يعطي تحية لقبر The Boss، وكان حزين لأنه يعتبر بمثابة الأم والمعلمة له، لكن هو اللي قتلها ولقبوه The Big Boss حتى أنه كان يرفض اللقب ويشوف أنه ما يستاهله. وهذه كانت حلقتنا للأسبوع الخمس أشياء، قولوا لنا إيش رأيكم فيها، وأيضاً عطونا ألعاب ثانية في مقاطع تحزن، بس انتبهوا من الحرق تحت بالكومنتس إن الناس ما يزعلون، وأيضاً عطونا لايك واشتركوا بالقناة، ويعطيكم العافية. كماكم فهد الشيحة، مع السلامة.